وبرضه يا كابتن خالد برضه يعني اولا انا بشكرك جدا، ده بقى الشكر شخصي ليك، لانه خلال الفتره الاخيره يمكن احسن فتره لقناه النادي الاهلي بتذيع، تقريبا ذيعنا 95% من المباريات. إيهاب الخطيب طلع عينيا. معلش لا، ما هو لازم، ما هو إيهاب الخطيب ده لازم حبيبي. علشان لا لا انت حبيبي طبعا. بص قناه فبالتالي الاهلي اقصد يعني اقول عليه لحضرتك ايه، انه الناس كلها سعيده سعيدة ومبسوطة، جدا وأنا بصراحه. برضو لازم أقول الكلمة، دور الأستاذ إيهاب مع كابتن خالد دي العوضي حقيقه. في التوصل لكيفية الوصول إن إحنا نقدر نذيع كل عدد المباريات الكبير جدا اللي إحنا ذيعناه في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. بس ده شيء مهم. لو اتكلمنا في كده بس الاتحاد هتزعل معايا، بس المشكله ان احنا لينا حقوق. لا هو جوه النادي إحنا ما بنذيعش بره. لينا حقوق اساسيه عشان نقدر نسوق حاجتنا. بالظبط. بص الكوره من 30 سنه تقريبا، 30 سنه، من 25 سنه يعني حاجه قول زي من كده، 2000 بدأوا من 2000، ف 23 سنه بدأت الكوره، ووصلوا النهارده في رابطه وفي 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 كل وفي. حاجة. اقول لك حاجه بصراحه، اتفضل. لازم الاتحادات تاخد اللي وصل لاتحاد الكوره ويبدأ من بعديه. بمعنى ان يبقى في رابطه، يشوف الكرة بتعمل يشوف ايه. الكرة وصلت لفين. كويس. اتحاد الهاندبول اللي انا عارفه ان هو يعمل رابطه السنه دي، والله. رابطه انديه. بص الانديه ليها حقوق ولازم تبقى عارف كده. لو احنا النهارده عايزين النادي الاهلي يستمر ونادي الزمالك يستمر ونادي الاتحاد السكندري يستمر وكل الانديه في مصر تستمر، شعبية. الشعبيه الاساسيه، ما هي منتخب مصر قايم على ايه؟ على كل الانديه. صحيح مظبوط. صحيح. لو الدوري قوي هيبقى عندنا منتخب قوي، كلنا هنبسط ان هي ده التارجت بتاعت البلد. مظبوط. احنا ماشيين مع البلد، فتارجت البلد ان يبقى عندنا منتخب قوي يفوز ويكسب ويكسب. طب احنا نعمل ازاي؟ لازم الناس تصرف. طب الناس تصرف من جيوبها؟ لا لا، يبقى هتصرف بالبث وتصرف بالاعلانات وتصرف وتصرف وتصرف. يبقى لازم الاتحاد، اي اتحاد لعبه جماعيه، بالذات بتكلم على الثلاثه الجماعيه عشان دول اللي مؤثرين جدا اليومين دول والفلوس كلها فيها، لازم يعرفوا حاجه مهمه. النقطه ان لازم الانديه تبقى عندها رابطه انديه وتجيب دخل من البث وتجيب دخل من الاعلانات وتجيب وتجيب وتجيب. تحافظ على حقوق الانديه يا كابتن خالد من الاخر. ده الصح، ان الاتحاد يحافظ على حقوق الانديه. المشكله الاساسيه احنا لسه شغالين بالحب. بس انا بصراحه يعني ايه بالحب؟ حقي النهارده ان انا عايز في ماتش الاهلي، طب خد يا خالد ده. طب عايش بره، طب خد ده. خلينا لكن انا بالحب عشان نعرف نزيح. لا والله، والله ناس محترمه جدا جدا انا جدا، بتكلم كل بصراحه، بشكر الاتحادات كل الاتحادات تعاونت بصراحه، حقيقه بصراحه. تعاون التعاون كبير كبير كبير. حقيقه. لكن هي القصه كلها عشان نعمل استثمار ونعمل تسويق ونعمل ونجيب كلنا فلوس. بص صح، نجيب كلنا فلوس. انا ما بتكلمش على النادي الاهلي النهارده، بتكلم على كل المنظومه الرياضيه. صحيح. عشان تجيب فلوس لازم نبتدي نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل رابطه ونبتدي نشوف الماتشات دي هتذاع على اي قنوات، والقنوات هتبث ازاي، وتعمل ليها استوديوهات تحليليه، ويبقى هو ده المنتج الكلام، يمشي. المنتج يمشي لازم. هو ده.